كل شيء ممنوع البنت تعمله أنا بحب أعمله. الوقفة تحت الشمس والشوب وريحة البنزين اللي بتعمل وجع راس، ستريس الزباين بسبب أزمة البنزين، كل هولة أماني اختارت تعملهم لحتى تأمن مصروفها وتوقف حد أهلها وتساعدهم بظل الأزمة الاقتصادية الصعبة بلبنان. مرحبا واضح، أنا أماني منيمنة، عمري 22 سنة، بشتغل محطة بنزين كوين، واصلة للمهنية سنة هندسة ديكور، وصار لي بشتغل هون تقريبا شي 20 يوم. المحطة صار لها شي 15 سنة فاتحة وفيها بس بنات بيشتغلوا. أنا مش أول بنت، يعني الزباين هون معودين إنه بنات. شي عادي. إيه، شي يعني هيدا شي طبيعي عندنا هون. بنشجع كل بنات يشتغلوا، يكون عندهم ثقة بنفسهم كبيرة. وللأهل شو بتقول لهم؟ للأهل عاد لازم يتقبلوا هالشيء، بالعكس يعني بيعطوا ثقة لبنتهم، بصير بتتكل على نفسها وبتعتمد على الحياة أكثر. برافو عليها لأنه منه عيب. لازم تفتخر بحالها إنه عم تشتغل. عادي لا شو فيها عيب؟ منه عيب. قررت أشتغل هي الشغلة لأنه شغلة صعبة بتعطيني قوة وبحبها، وغير هيك انه هي بمجتمعنا بسموها هي شغلة الذكر. كنت اشتغل بصالون انا بشعب الشعر، زين الشعر، وعندي خبرة فيها، يعني بشتغل شي سنة وشوي بس ما بحبها. بشتغل شي فيه انوثة بس ما بحبها، مش لانه انا ما بدي اكون انثى، بالعكس انا انثى بس بمكان بدي افرض حالي، بدي افرض انوثتي فيه. عم بشتغل شي 12 ساعة تقريبا واقفة على اجري، هلا ما بدي قوة جسدية، ما بحس في عنا شاب لبناني بيقدر يتحمل هيدا الشيء. نحن بمجتمع بيقولوا لك أي شيء ما الحق على البنت، البنت بيعملوها عيب من كل النواحي، شو ما عملت، شو ما سابت عيب، كل شيء ممنوع البنت تعمله أنا بحب أعمله. شوف حالي كثير قوي. مين بتشوفيها هيك؟ مين بيدعمك؟ أنا بدعم حالي.